بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة على رسوله المصطفى الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين من علي وفاطمة إلى مهدي الزمان إلى قيام يوم الدين مشاهدين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم معنا في إطلالة الليلة من الدين والحياة كم هو وافر الحظ الذي ذاك الذي شملته رحمه الله جل وعلا اذ رقد بجوار المعصوم وبالقرب من الرحمه الالهيه من ابي عبد الله الحسين سيد الشهداء سلام الله عليه هو محل البركات وسبيل النجاه فالشمس اذا طلعت افلت النجوم البعض من الاصحاب خلد ذكرهم باشاره من سيد الشهداء وكانت تلك الاشاره وساما حسينيا ابدا من اولئك الاوفياء حفيد الامام القاظم سلام الله عليه المدفون في الحائر الحسيني الشريف وبعد قرون من عمر التاريخ يكتب للسيد ابراهيم المجاب ان تضمه والحسين تربه واحده وتبقى اعلام البيت العلوي والفاطمي تزين الارض بمصابيحها كانها الانجم الزاهره في صفحه الثريا حائمه حول القمر الدري لتملا القلوب تطامنا وتحيي الذكريات الكربلائيه في خواطر المؤمنين ليزداد التعلق بالعقيده الساميه. ما المزايا التي تنافست في شخص السيد ابراهيم المجاب حتى نال تلك العظمه ما فوق نسبه الشريف؟ ولماذا لقب بالمجاب؟ الجواب في قراءه وافيه كالمعتاد مع الضيف العزيز سماحه الشيخ القاضي محمد كنعان باسمكم مشاهدينا الكرام ارحب بضيفي الكريم. السلام مشكور. عليكم وعليكم السلام ورحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، <applause> الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطيبين الطاهرين واصحابه الاخيار المنتجبين ومن تبعهم باحسان الى قيام يوم الدين ايها الاخوه المشاهدون السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله ما ان ينتهي الزائرون لابي عبد الله الحسين عليه السلام من التشرف بزياره مرقده الشريف والتنعم بزياره ولده الاكبر والشهداء الا ويتجه جلهم الى الرواق الغربي حيث قبر السيد ابراهيم المجاب الذي يمر عليه زوار الحسين عليه السلام كمرورهم على زياره بقيه الشهداء لا ريب ان ذلك يستبطن كرامه لهذا السيد الجليل فهو فضلا عن تشرفه بالدفن بجوار جده الشهيد عليه السلام فقد فاز ببروز مرقده دون بقيه الخلق المدفونين بجوار الحسين صلوات الله وسلامه عليه من علماء ابرار حكام وزراء وغيرهم حيث اختفت او تكاد رسوم تلكم القبور وبقي قبر ذلك الرجل لخصوصيه اراد الله تعالى أن يحبوه بها. نتشرف في هذه الحلقة بالتعريف به رضوان الله عليه. هو السيد إبراهيم ابن محمد العابد بن موسى بن جعفر عليهما السلام. وكان أبوه قد لقب بالعابد لكثرة عبادته، حيث يروي الشيخ المفيد عليه الرحمة بسنده عن هاشمية مولاة رقية بنت موسى قالت: كان محمد بن موسى صاحب وضوء وصلاه وكان ليله كله يتوضا يصلي فنسمع سكب الماء والوضوء ثم يصلي ليلا ثم يهدا ساعه فيرقد ويقوم فنسمع سكب الماء والوضوء ثم يصلي ثم يرقد سويعه ثم يقوم فنسمع سكب الماء والوضوء ثم يصلي فلا يزال ليله كذلك حتى يصبح وما رايته قط الا ذكرت قول الله عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. قال السيد بحر العلوم في فوائده انما لقب ابوه محمد العابد لكثره عبادته وصومه وصلاته وقال الشهرودي في مستدركات علم الرجال محمد بن موسى بن جعفر صلوات الله عليه من رواة الأحاديث كان صالحا عابدا وقبره أي قبر محمد والد إبراهيم في شيراز أما والدة إبراهيم المجاب فلم أعثر سوى على كلام للشيخ المفيد في الإرشاد قال فيه إن أمه أم ولد وأما عن سبب تلقيبه بالمجاب فقد ذكر ابن زهر الحلبي في كتابه غاية الاختصار ما نصه سمي بالمجاب برد السلام وذلك لانه دخل الى حضره ابي عبد الله الحسين بن علي عليه السلام فقال السلام عليك يا ابي فسمع صوت وعليك السلام يا ولدي بينما ذكر السيد ضامن الحسين المدني في كتابه تحفه الازهار ان سبب تلقيبه بالمجاب نص كلام السيد ضامن قيل إنه قصد زائرا قبر جده أمير المؤمنين عليه السلام مش الحسين فأجابه الإمام من الضرح وسواء كان الجواب من الإمام علي عليه السلام أو من الحسين الشهيد صلوات الله وسلامه عليه فإن الرجل قد حظي بجواب المعصوم وهي كرامة ما بعدها كرامة ذكر السيد الأمين في اعيان الشيعه قائلا اما سبب تلقيب ابراهيم بالمجاب فهو ما يقال انه سلم على الحسين عليه السلام فاجيب من القبر والله اعلم بصحه ذلك. وقد اقول قد يكون سبب اللقب انه لشده ورعه وتقواه كان مستجاب الدعوه فسمي بالمجاب لاجل ذلك. وكثيرا ما وجدنا ان الدعاء عند قبره يوجب الاستجابه وذلك من خلال سماعنا لبعض المؤمنين او من خلال ما هو مخزون في تراث الزائرين الذين استجاب الله لهم ببركته كما انه لقب بصاحب الصندوق ويعيد بعض المؤرخين سبب هذا اللقب لعده اسباب منها ان قبره الوحيد من غير أصحاب الإمام الحسين عليه السلام عليه صندوق بارز ومن ثم شباك ظاهر قال السيد محسن الأمين في أعيانه إبراهيم المجاب بن محمد العابد بن موسى الكاظم عليه السلام المدفون بمشهد الحسين عليه السلام صاحب الصندوق وهي ميزة انفرد بها هذا السيد الجليل إذ لا يوجد قبر عليه صندوق من غير الأصحاب الا هو رغم وجود الاف القبور في الحرم الحسين الشريف وما حوله ومنها ان سبب التسميه بالصندوق يعني صاحب الصندوق لتمييزه عن ابراهيم ابن موسى ابن جعفر عمه والمدفون خلف ظهر الحسين عليه السلام بسته اذرع وليس على قبره صندوق ومنها ان الصندوق المقصود به مصالح المرقد الشريف ووقفياته حيث ينقل الشيخ الأمين في غديره أن أولاد السيد إبراهيم بن محمد العابد كانت تولية التربة الحسينية بأيديهم المقدسة ولم يدفن أحد هناك إلا بإجازة منهم وهذا يعني أنهم إمتازوا بالسيطرة علي الحرم وما حوله مما يعزز القناعة بأن أباهم قد أسس لهم ذلك ومن ألقابه أيضا الضرير الكوفي والسبب واضح في ذلك إذ أنه كان ضريرا فاقدا للبصر لعله ابتلاء من الله عز وجل والكوفي لأنه كان يسكن الكوفة قبل مجيئه واستيطانه كربلاء المقدسة وقد أورد السيد عبد الحسين آل طعم الكليدار في كتابه بغية النبلاء أن وقت ورود السيد ابراهيم الى كربلاء كان في سنة 247 للهجرة، ولذلك سبب بين، وهو أن المتوكل العباسي كان قد هدم قبر الحسين عليه السلام، وأجرى عليه الماء، وضيق على زواره إلى حدود القتل والتنكيل بهم، وجرت زراعة البقعة كلها لإخفاء معالم القبر الشريف. بعد هلاك المتوكل وسع ولده المستنصر على الناس واستراح العلويون إنا ما فانتقل السيد إبراهيم مع رجل اسمه الأشناني أو الأشتاني من هو؟ هو محمد بن الحسين بن حفص الخثعم الكوفي الذي شهد بنفسه كيف جرى هدم قبر أبي عبد الله عليه السلام فحضر ومعه نفر من الهاشميين بينهم السيد إبراهيم الذي استقر في كربلاء ومعه ذريته الذين ما زالوا إلى يومنا هذا قال المحدث النوري كان برفقة الأشنان إبراهيم بن محمد العابد بن الإمام موسى بن جعفر المعروف بسيد إبراهيم المجاب أو إبراهيم الضرير الكوفي فسكن بها يعني بكربلاء وتزوج من بني اسد المجاوره. بنو اسد مجاورين للقبر ولم ينقل لنا التاريخ مع الاسف مقدار المده التي قضاها في كربلاء قبل وفاته، بل ولا نعلم بالضبط سنه وفاته غير ان من المتيقن ان وجوده في كربلاء كان اعتبارا من سنه 247 للهجره، مما يعني أنه كان معاصرا للمعصومين عليهم السلام. كما أننا لا نعلم بالضبط أيضا صلته بهم يعني بالمعصومين في زمانه. ولما توفي دفن بمقربة من جده الحسين عليه السلام مما مما يلي الرأس الشريف. فاتخذ بنوه من ذلك الحيز مكانا لدفنهم وتولوا تلك التربة المقدسة بحيث ما كان يدفن فيها أحد الا باجازه منه وبقي قبره في الصحن الحسيني الشريف حتى الحق بالرواق وذلك في زمن عضد الدوله البويهي او في زمن امير البطائح عمران بن شاهين كما يصرح بذلك العلامه المجلس. طيب. بعد هذا السرد الموجز لحياه السيد ابراهيم المجاب لنا عده ملاحظات وتعليقات. اولا نلاحظ ضاله المعلومات المتوافره عن حياته عن شبكه علاقاته فلا نكاد نرى له في كتب التاريخ ذكرا مع ان معاصريه من فسقه الناس وسوقتهم واعوان الظالمين والمغنين والجواري وغيرهم قد طفحت بسخافات اخبارهم صفحات ومطولات مما يدل على جور الزمان على الأبات الطاهر فلا يعقل أن يكون أول طالبي يسكن كربلاء ويؤسس فيها هذا البنيان العظيم ويترك تلك الذرية الكبيرة ولا يكون موردا للبحث والذكر المفصلين من قبل معاصريه من المؤرخين وأرباب السيار إلا أن يكونوا قد تفادوا ذلك تزلفا للسلطان او خوفا منه وهو امر لطالما عانت منه رجالات اهل البيت عليهم السلام واحد، ثانيا يبدو ان شرف تمصير كربلاء يعني جعلها مدينه وجعلها وجعلها نواة مدينه ماهوله كان من نصيب السيد ابراهيم المجاب الذي قدم اليها وكان قبر جده الحسين عليه السلام قد جرى كربه ومحو اثاره من قبل المتوكل العباسي. ولم يكن يجرؤ احد على السكن بجواره بل وحتى على زيارته الا بشق النفس وتوطين النفس على اقصى العقوبات من قبل الجلاوزه والمسالح المنتشر المنتشره هنا. فقام الرجل بخطوه استشهاديه حين استغل فتره تراخي السلطه وصاهر بني اسد القبيله المتواجده تاريخيا في تلك البقاع لا على نحو التجمع الدائم بمقدار ما كان انتشارا موسميا بجوار الفرات لتلك القبيله نستطيع التخمين ان ارتباطه بالزواج بإحدى, باحدى نساء بني اسد يجعل منه محميا من قبلهم بل ويستطيع التنقل معهم في حلهم وترحالهم تحسبا منه لانقلاب موقف السلطه بالعوده الى نهج المتوكل الدموي مقررا البقاء الدائم في تلك البقعه الشريفه لتاسيس وعماره وخفاره قبر الحسين عليه السلام يعاونه في ذلك بنو اسد ومن ثم اولاده واحفاده. اثنين ثالثا ان شرف عماره القبر الشريف للحسين عليه السلام وشرف تاسيس مدينته المقدسه لا يمكن لا يمكن ان يجعلها الله تعالى الا بايدي مميزه ومسدده من قبله سبحانه وان الزمان مهما جار اهله على اهل الحق لا بد من ان تعود الامور الى وفق السنن المرسومه والتي فرضتها السماء فنجد القضاء الالهي يسوق هذا السيد الجلي والحصيف في فتره من الوقت الى فضاء كربلاء ليؤسس ذلك البنيان الذي تعجز عن طمسه كل قوى الظلام وكذلك يمكننا التمعن في عظمه هذا الاختيار حيث خلصت الامه من بطش الامويين وحملهم راس الحسين الى عاصمتهم لتتتالى سلسله جرائمهم وموبقاتهم ثم ليحمل وزرهم ووزر غيرهم العباسيون الطغاة حين تفننوا في التنكيل باهل البيت عليهم السلام ذبحا وقتلا وسما وتشريدا بل كان بعضهم كان بعضهم ندم على ما فاته من قتل للحسين عليه السلام فتتبع قبره وتتبع زواره وشيعته وكان من وصيته لقائده الديزج أن انبش قبر الحسين عليه السلام وأحرق جثته بعد كل هذا يأتي سيد ضرير لا حول له ولا قوة حفيد الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام لينسل بين مغاليق الجور والظلم ومن عتمة المطامير والسجود الى تربه كربلاء ليبث فيها الحياه رغم انوفهم وغصبا عن جبروتهم ان ذلك بحد ذاته معجزه وكرامه لهذا البيت النبوي الذي اذن الله له ان يرفع ومع صدور الاذن من الله عز وجل تخرس الالسن وتشل الايدي وتتقصف الركب ويكون امر الله بين الكاف والنون ليس الا رابعا أثبت, أه أثبت السيد إبراهيم المجاب رضوان الله عليه أن منهج أئمتنا عليهم السلام في حث شيعتهم على الاندماج الخلاق داخل محيطهم ومجتمعاتهم هو الأصوب والأنجع في علاقاتهم الاجتماعية وذلك من خلال أن لا يشكل حرفا نافرا داخل مجتمعاتهم وان يكون زينا للمذهب وليس شينا عليه وان المعطى الثقافي هو الذي يجعل من الممكن التمدد دون اثاره الاخر ودون استدراجه لردود الفعل وان كان ثمه ظلم يقع فانه يقع ساعه اذن والحجه بيدنا وليس بيد خصمنا من خلال عدم التمكين من رقابنا فقد استطاع سيد ضرير وحيد لا حيله له الا الثقه بربه ان يؤسس مدينه وان يترك بصمته التاريخيه في تلك البقعه المباركه وفعل ما لا يستطيعه جيش مسلح او كتله عسكريه فاعله وهذا ان دل يدل على ان المعطى الثقافي هو الاولى في حركه التشيع التاريخيه فكان الرجل بحق أمة في رجل ونال شرف أن يؤسس وأن يستثمر من خلال ذريته وأن يتصندق قبره كقبور أصحاب الحسين عليه السلام داخل الصحن الشريف وأن تملأ ذريته شرق البلاد وغربها وأن يكون مجابا سواء بدعائه أو من قبل أجداده المعصومين سلام الله على الطاهر ابراهيم المجاب في حياته وبعد وفاته ورزقنا الله في الدنيا زيارته وفي الاخره الحشر معه وشفاعه ابائه الطاهرين انه سميع مجيب. بقي امر اخير ان هناك منسوجات شعبي حول ابراهيم المجاب انه اخفى نسبه وكان في قبيله من القبائل وان هذه القبيله تعرضت الى غزو فاستثارته امرأة ليدافع عن القبيلة فأخذ سيفه ودافع لما رجعت القبيلة وكانوا ممن ينصبون العداء فأخذوه إلى قبر الحسين فإن أجابك فأنت من ولده فلما أجابه الحسين ذبحوه وفصلوا هذا كلام يعني ديمجين عدة قصص بين بعضها البعض لا أساس له من الصحة وقد صدر شيء عن العتبات المقدسه مكتوب في آه 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 ان هذه القصه من نسج الخيال ليس الا طبعا آه تجنبت ذكرها امام اخواني المشاهدين حرصا على ان انقل ما هو التاريخ الحقيقي دون تشويش لانه قد يدخل احد على الحلقه في وسطها وانا عم بحكي عن قصه منسوجه فبيقول قال آه الشيخ كذا كذا لا نعم. هاي لم اتي على ذكرها وانما نوهت بها في اخر الحلقه انها من المكذوبات ولا اساس لها من الصحه اصبت على ما شيخ. هو التحقيق طبعا نجدد الترحيب بكم بسهن مشكور حبيبي أه قبل ان اسال سمحت الشيخ سؤال يعني من خلاصه ما ذكرتم يبدو ان المعطف الثقافي هو شخص ضرير ابراهيم إيه؟ المجاب رضوان الله عليه يعني انجح خططه المعطف الثقافي طبعا صحيح طبعا طيب السؤال سمحت الشيخ يعني بغض النظر ان البحث الموجز يعني لا يعني يثمر ويغني كلامك دائما ولكن الاستخلاص الثاني اذا جاز القول لسيره حياه السيد ابراهيم المشاب كيف يمكن ان نوجزه؟ مولانا اولا انا طلب مني من كم اسبوع صحيح. شيء عن ابراهيم المشاب بدك تروح تبحث ما فيني انا اطلع على الهوى اخواني المشاهدين على بدي احترمهم واحترم اسماعهم. سلم الله. بدي اجيب معلومه واضعها مسؤول عنها امام الله وامام اخواني المشركين. مجموع ما يمكن ان تجده عن هذا السيد بغض النظر هلا فيني الف مجلد ألف صفحه. بذكر في تاريخ اهل البيت وما جاء بعد ابراهيم المجاب وبخصص لابراهيم المجاب صفحتين نعم وبسمي الكتاب ابراهيم المجاب، ليس هذا ليس بحثا هذا صفحتين صحيح بالواقع والحقيقه مم. ما بتلاقي بكتب التاريخ عن السيد ابراهيم المجاب اكثر من عشر صفحات كبيره ما بتلاقي اذا نحن امام شح نعم. بالمعلومة بالمعلومات بدك تقرا ما بين السطور بدك ترجع للتاريخ سنة 247 هل كان هناك مدينة اسمها كربلاء أو مزار عبارة عن سدرة وتحتها قبر وقبور الشهداء نعم عم تحكي بزمن وجود المعصومين صلوات الله وسلامه عليه 247 للهجرة طيب جاء هذا الرجل ضرير أبوه من خيرة الخلق يعني من من افاضل اولاد موسى بن جعفر محمد العابد محمد العابد وشط المزار به الى شيراز، شو اخذوا على شيراز؟ هربا وخوفا، والا سيد ابن رسول الله ليش بده يترك المدينه المنورة؟ بعد ان نكل بابيه وقضى في السجن، يبدو هو واخ له م. شاه جراخ بسموه، في مزارات بعاد عن بعضهم مئة متر 100 ذراع نعم. في شيراز موجود مزار لولدين للامام موسى بن جعفر احدهما محمد العبد م. طيب نطلع من ابراهيم المجاب كان من سكان الكوفه اذا عيلي مشتته ما الذي شتتها الظلم والتنكيل خليني ارجع القهقره الى الخلف بعد استشهاد ابي عبد الله الحسين صلوات الله, الله وسلامه عليه شو بيقول الامام زين العابدين قتل ابي الحسين او استشهد ابي الحسين وليس بين مكه والمدينه عشرين مواليا لنا صور حاضرتين اسلاميتين حرمين لا يوجد اكثر من عشرين موال لاهل البيت كلهم تنصل من الحسين اخي لا, لا بروح بعيد ابو الفضل العباس صلوات سلام. الله وسلامه قمر العشير يعني حقيقه بس ندخل الى الى ضريح ابي الفضل بس تتجاوز العتبه بتشعر انه قد اذن لك سلام الله هذا هو الغيل فاحذر حين تدخل ألا تري ليثه الإذلال. ذرية أبو الفضل العباس من ولده عبيد الله مش من ابنه الفضل، ابنه ابنه الفضل لا عقب له. في كتاب بالمئتين 200 وشوي هجري المعقبون من آل أبي طالب للنسابة المعروف عندي نسخة من الكتاب. عقب من ولده عبيد الله. تتخيل ابنه لعبيد الله منو محمد بن عبيد الله ابن العباس كان واليا للعباسيين على المدينة كان واليا للعباسيين يعني ضد بني جلدة بني قوم مين العباسيين عم يقتلوا لك قرايبك كان رجل شجاع وشهم لكن هو غلط دعس دعسي ناقصة تولى الإمارة للعباسيين ابن جده أبو الفضل العباس مو غريب يعني محمد بن عبد الله بن الحسن ابن الحسن المثنى صلوات الله وسلامه على إمامنا الحسن شو ساوى عندما نهض بالمدينة أو لم يأمر بالإمام جعفر بن محمد بل... إلى السجن قالوا قد هدمنا السجن يوم أمس وقالوا أ... يا ابن أخي طول بالك لا تشيط بدمنا والله لن تبلغ أحجار الزيت كأني برأسك كذا إذا أنت تعيش حصار نعم. عم تحكي بتلاتي أربعة مع الإمام زين العابدين أبو خالد الكابولي يحيى ابن أم يحيى الطويل جبير بن مطعم ثلاثة أربعة وعلى هذا تجي للإمام الباقر والصادق شوي تنفسوا بين عهدين صار في محمد بن مسلم الثقفي وزرارة بن أعيان و... و... وأبو بصير المرادي وفلان وفلان شوي كتروا وطبعا في درجات أنا بينت هذا في برنامج أوفى الأصحاب عندما يلقى بموسى بن جعفر في السجن بوشاية من ابن أخيه قال يا ابن أخي لا تؤتم ولدي شو اخذك لعند هارون العباسي قال علي دين قال كم ديناك اربعة الاف درهم تفضل وهاي 300 دينار بونس وسع عيالك ولا تؤتم ولدي راح هذا الرجل دخل على هارون العباسي قال اخليفتان في بلاد المسلمين يجبى اليهما الخراج يعني شو عم يقول له في راس تاني غيرك في هذه الدولة لا. ولع الرجل هارون قال ويحك قال نعم موسى بن جعفر حضرته يشتري حائط بستان, بستان في المدينة فوزن للرجل ثلاثين ألف دينار فقال لا أريدها من سكة كذا أريدها من سكة كذا م. يعني ما بدي يورو بدي دولار فأرسل إلى البيت فجيء له شو يعني يعني في بيته بيت مال يجبى إليه الخراج يعني عم يجمع يريد أن يثور عليه في هذه الأجواء نبت نابت اسمه المتوكل العباسي قال له طويلة معكم هذا قبر الحسين احرثوه وأديروا عليه المياه وقال له للديزج إذا وجدت رمة للحسين فاحرقها ويهودي قائد شرطه الديزج معروف تاريخه. بهالظرف هذا يأتي سيد ضرير فرد يقوده رجل لعله قريب من الشيعه الاشتياني خثعمي يأتي به الى كربلاء فيجاور القبر الشريف ومن حصافته والمعيته تزوج من بني اسد. لا بني أسد تقريبا رحل ينتقلون هي بلادهم بس ممكن يكون مشتاهم مثلا لنقول الحل فرض مصيفهم النجف فرضا يصل عليه الانتقال فبيتحرك معهم ضمن بقعتهم الجغرافية هاي بقعة بني أسد والأرض اشتراها الإمام من بني أسد شرط أن مشترطا عليهم الإمام الحسين أن يكرموا زواره نعم. اجا هذا الرجل صاهر بني اسد ضرير بده يقدر يتحرك شو معنى مصاهرة بني اسد بدك تفهمها معناه انه امن غطاء له قبيلة تحميه وتخبئه نعم. يمكن ان ينتقل معهم اذا ما جار الزمان بنفس الوقت قريبين من البقعة التي اختارها لبقائه عبقري رجل استثنائي حقيقة واستشهادي بنفس الوقت ما بيعرف اي ساعة رقبته ضحى وجلس بجوار جده الحسين صلوات الله وسلامه عليه منذ ذلك الحين مصرت كربلاء صارت مدينة لأنه كان له ذري وذريته إلى الآن هم الموجودين سادة آل طعمي وأقربائهم وأنسبائهم الموجودين هم عم يسمعوني الآن الموجودين في كربلاء هم أبناء إبراهيم المجاب ابن محمد العابد العابد ابن موسى ابن جعفر عليه كربلاء لم تكن مدينه كانت عباره عن ارض صحراء جعجع بها بركب الحسين واستشهد ومن معه وصار في مدافن كان في سدره قطعها احد حكام بني العباس وبقي القبر يدل عليه ائمتنا شيعته الى ان ادار المتوكل العباسي المياه فحارت سمي الحائر الحسيني لانه ما ثم حرثها ثم زرعها وبقي وين المتوكل أين قبره حدا يدلني على قبره وشوف لعلع بباب علي أيها الذهب واخطف بأبصار من سر ومن غضب وقل لمن كان ناواك عن يده عذرا إذا ما جئت منك اليوم سلام الله أقترب رحمة الله على الشيخ عبد المهدي مطر صاحب هذا إجا هذا الرجل وسكى شوف الكرامي تدخل إلى الحسين مولانا السيد الشريفين المرتضى والرضي مدفونين حكام وزراء امراء علماء على مدى التاريخ في قبره بس فضلا عن قبور الشهداء يعني حبيب بن مظاهر نعم. قبور الشهداء وعلي الاكبر بجنبي يعني بأسفل قبر الحسين نعم حسين بس هو قبره الوحيد المسندق هي كرامي بعدين المعجزه وين انه تسعين سنه حكم اموي قتل الحسين ولو أتيح لهم المجال شو عملوا بزيد بن علي <applause> ليش أيوجد أي قبر لزيد بن علي لا يوجد له قبر يكفي طريقة قتله مولانا قتلوه وصلبوه أربع سنوات بعدين قال احرقه بخشبته <applause> الوالي محمد بن يوسف قال يا أهل الكوفة لا أطعمنكم وأسقينكم زيدا في طعامكم وشرابكم قسم رماده ثلاث أتلات أثره في الماء في الماء وبال بال بال بالهواء بالمزارع تبعهم بالسواب. قال لهم بدي طعميكم اياه لا زيد ابن علي تسعين سنة ثم جاء العباسيون إلى زمن 247 بعد 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 هلاك المتوكل إجا هذا الرجل مولانا تحدى الجبروت فرد لحاله ضرير ضرير لا حول له ولا قوة ثقة بربه السلام عليك يا أبي فيجيبه الحسين من داخل الضرير عليك السلام من داخل القبر ثم بيسكن وبيضحي بنفسه وينشئ ذرية وكلمته تعلو على كلمات أولئك الجبابرة شو هل أوليست هذه معجزة من المقام رجل فرد يقهر دولتين أموي وعباسي وينشئ كربلاء يطلع ماذا نستخلص من ذلك هل سل سيفا هل ضرب خنجرا هل انتقام أبدا ضرير يملك قرآنا وحديث جده المصطفى وسيرة آبائه الكرام بس فطن عرف كيف يمشي بين النقط طب لقاء في نماذج استاذ احمد على مدى التاريخ في نماذج فرد يساوي امه اذا بتقرا تاريخ الخاجه نصير الدين توصي وماذا كيف استطاع ان يدجن المغول انت سامع حدا من الغزاة تدجن بالمغزوين خاجة نصير الدين الطوسي الجيل الثاني من المغول دخلوا في الاسلام دجنهم بل كانوا شيعه وخدابندي وغيره بغداد مين اللي اعطاها الوجه تبعها؟ والتواجد الشيعي في بغداد الا الخاجة نصير الدين الطوسي من <applause> الذي اعطى لكربلاء هذه السمه؟ الا ان قيض الله رجل اسمه ابراهيم المجاب حاولت في هذه الحلقه جاهدا ان اظهر كرامه هذا الرجل يفتح نوافذ.